في الوسط لجاري ميديل. جاري ميديل مع ارتورو فيدال. ارتورو فيدال لإسلا على الجهة اليمنى، تحول إلى مهاجم صريح. إسلا يلعبها لألكسيس سونتيز، راحت من هناك مباشرة لفالديفيا، يلعبها في الخلف مع يارا. يارا يتقدم، يارا يتوغل، يارا من هناك ناحية لافيكو مينا، وخروج رائع من موسليرا. ما زالت الخطورة فالديفيا، الكرة صعبة. جول 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 شيليون في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة. اهتزت في نهاية المطاف شباك موسليرا، واهتزت مباشرة أيضا مدرجات استاديو ناسيونال خوليو مارتينيز بالعاصمة الشيلية سانتياغو. أول هدف المباراة للشيلي في العشر دقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بعد جهد جهيد، بعد معاناة كبيرة. عناصر منتخب الشيلي تفتح مجال التسجيل. يا لها من لعبة ويا له من جول. هدف أول سجله منتخب الشيلي عن طريق المدافع إسلا، موريسيو إسلا في المكان والوقت المناسبين، يفتح مجال الشيلي، مجال التهديف للشيلي. ما لم يقدر عليه الهجوم فعله الدفاع وإسلا. من هناك على الجهة اليسرى خروج موفق من موسليرا. يا فالديفيا، يا فالديفيا لإسلا، حطها على الجهة اليسرى من مرمى موسليرا مفتتحا مجال التسجيل. هدف للشفر للشيلي في العشر دقائق الأخيرة من المباراة. الشيليون باستطاعتهم إضافة هدف ثاني، لأن عناصر الإرجواي يخرج كله من منطقتهم. هذا لا يعني بأن الإرجواي لا يقدر على تعديل النتيجة، لأن الإرجواي سيخرج في الثمان دقائق الأخيرة، والشيلي سيخرج كذلك في هجمات معاكسة. بعد شق الأنفس وبعد جهد جيد، الشيلي يفتح مجال التسجيل ويضع خطوة في الدور النصف النهائي أمام منتخب الإرجواي.